الحياة صوتك فارق. ايوكم عاملين ايه؟ انا نزلت انتخبت النهارده زي ما انتم شايفين، نزلت في اللجنه بتاعتي في المعادي، رغم ان انا من سكان التجمع بس ما كنتش مغير السكن بتاعي في البطاقه. بس نزلت انتخبت لان ده دور مهم جدا لازم كلنا نقوم بيه، ما ينفعش حد يكسل، ما ينفعش نكسل في ان ننزل ننتخب. وانا مبسوط جدا ان انا نزلت وحاولت ان انا الاقي الوقت ان انا انزل انتخب وادي بصوتي، ولازم كلنا ندي بصوتنا، ما ينفعش حد يكسل انه يدي بصوته، لان دي هي ده التقدم وده اللي احنا المفروض ان احنا كلنا نبقى بنعمله. انا بتمنى ان كل المصريين ينزلوا وكل واحد عنده صوته، كل واحد من حقه ان يدي بصوته، ينزل يدي بصوته وما يكسلش. وانا موجود هنا في اللجنه بتاعتي والرجاله واقفه هي تصور معايا. تعالوا نزلت انتخبته زي ما انتم شايفين، لازم كلنا ننزل، لازم مفيش حد يكسل، عشان احنا بنحب مصر، بنحب بلدنا، ولو احنا بنحبها صح لازم ننزل وندي لها صوتنا. مش شرط هندي صوتنا لمين، اهم حاجه يبقى عندنا ثقافه ان احنا ننزل ننتخب، مفيش حد يكسل.